نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم ان شاء الله ودائما في اطار شهوات رمضان وكاخر فيديو في سلسله اطباق رمضان بالسلامه ان شاء الله. عيد الفطر ما بقى له والو، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا، والله تعالى ان شاء الله يتقبل الصيام ديالكم في هذا الشهر المبارك. فهذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون كاخر فيديو في سلسله الاطباق ديال رمضان. غادي ندخل ان شاء الله معكم من بعد هذا الفيديو المجموعه من الوصفات الخاصه بعيد الفطر اللي غادي تكون ان شاء الله عباره على حلويات واطباق رئيسيه للاحتفال بعيد الفطر، سواء في الوجبه ديال الغداء او العشاء ان شاء الله الا بقى العمر. فهذا من جهه. من جهه اخرى الفيديو ديال اليوم غادي يكون نزولا عن طلب العديد من الناس. الفيديو ديال البارح نزلت فيه البسبوسه بقلاوه على شكل محنشه مغربيه، ونزلتها مرافقه بحليب اللوز المغربي. جاوني بزاف ديال الطلبات، الناس بغاو نشارك معهم طريقه تحضير هذا الحليب. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم نزولا عن طلب العديد من الناس طريقه تحضير عصير اللوز المغربي المخزاني الاصيل، طبيعي 100% وصحي 100% بنكهة مغربية بامتياز. ابقوا معي ان شاء الله حتى الاخير ديال هذا الفيديو باش نشارك معكم طريقة التحضير ومكونات عصير اللوز المغربي الاصيل. بالنسبة لعصير اللوز المغربي التقليدي غادي نحتاج في كاس ديال الطحانة ولا الكاس ديال العصارة غادي ندير نص سيترو ديال الحليب. انا غادي نصاوب هذه الوصفه بيترو ديال الحليب. نص سيترو الاولاني غادي نطحنوا مع اللوز باش اللوز كيتطحن مليح وما كيبقاش هكذاك مفرشش. ما غاديش نكثر السوائل، غادي ندير غير نص سيترو في الاول نطحن به اللوز عاد نكمل. الحليب باش تخدمه ضروري يكون بارد، حيت هذا العصير هذا ملي كيتصاوب ما خصوش يتصاوب ويبقى في الثلاجه مده طويله حتى يبرد، عاد نتوما تسربيوه. حاولوا انكم تخدموا هذا العصير كيطحنوه كيتسربيوه للناس، حيت عصير اللوز كيكون شويه حساس ماشي بحال العصائر الاخرى، خصو يتصاوب ويتسربى في البلاصه. هذا الشيء علاش من الاحسن الحليب باش غادي تخدموا ديروه في الكونجيلاتور واحد شويه ديال الوقت باش كيبرد مليح وخدموا به. هنا درت نص سيترو ديال الحليب، غادي نزيد عليه هنا عندي قياس كاس د العنبه ديال اللوز البلدي، خويت عليه المطايب وفسختو ورقدتو في المليله كامله. من بعد ما كتفسخوا اللوز كديروه في شي بواطه كديروا عليه الماء وكتخليوه يرقد ليله كامله باش كيرطب. وضروري هاد الوصفه تخدموا باللوز البلدي كان احسن، اللوز البلدي المذاق ديالو في عصير اللوز كيجي احسن من اللوز الرومي. غادي نطحن اللوز والحليب مليح حتى كيتنيل هذاك اللوز وما يبقاش هكذاك طريفات. من بعد ما تطحن اللوز مليح غادي نزيد باقي المكونات. غادي نزيد هذاك نص سيترو الحليب اللي بقى، قياس نص كاس العنبه ديال المزهر من نوع جيد، خدموا حاولوا تخدموا بمزهر يكون نوع مزيان. وغادي نزيد هنا قياس 3 د المعالق كبار ديال العسل الحر. توفرتوا على العسل الحر كان احسن، حيت هذا العصير من زمان كيتصوب بالعسل كيتحلى بالعسل وكيتريح بمزهر. ما توفرتوش على العسل الحر خدموا بشي عسل يكون نوع زوين اللي كيتباعوا في المحلات التجاريه. ما توفرتوش على هذا العسل حتى هو خدموا بالسكر العادي اللي هو السكر سنيده. غادي نزيد هذا العسل وغادي نزيد قياس نص معلقه صغيره تكون وافيه بهذا الشكل، هذا هي نص معلقه ولكن عامره، اولا تقدروا ديروا معلقه صغيره تكون ممسوحه ديال المسكه الحره. هذه مسكه حره طحنتها اولا دقيتها مع سكر سنيده. غادي نرجع الخليط نكمل الطحين ديالو حتى كينسجموا المكونات وتطحن كل شيء مليح.
الشكل النهائي ديال حليب اللوز المغربي من بعد ما كيتطحن وكيوجد كيجي هكذا. كما قلت لكم من الاحسن كطحنوه سربيوه نيشان، منها باش كتستافدوا من الخصائص ديال اللوز، ومنها باش كتحافظوا على الخطوريه ديال العصير. عصير اللوز ملي كيتطحن ديك الساعه وكيتسرب ديك الساعه كيكون خاطر وزوين، اما الا بقى في الثلاجه مده طويله او الا خليتو حتى لغدلي ملي كتجيو تشربوه كتلقاوه من واحد الناحيه جرى وما بقاش خاطر كي كان، ومن ناحية أخرى ما بقاش فيه هذيك النكهة ديال الزهر والمسكة الحرة، وحتى البنة ديال اللوز ما كتبقاش فيه مجهدة كي كانت. شخصيا مني كان بغي نصوب هذا الحليب وكان بغي نسربيه كان كون ديجا أو لا سبق لي درت كمية ديال الحليب فهذوك المربعات أو لي بوات ديال لي غلاسون، هذوك الصفائح ديال الثلج كنعمرهم بالحليب وكنديرهم في الكونجيلاتور ولا في المجمد. ملي كنصوب هذا الحليب وكنبغي نسربيه كنطلق فيه مكعبات ديال الحليب جامد باش كيبرد، وفي نفس الوقت كنبقى محافظه على المزايا ديالو كيبقى خاطر. كنتمنى انكم تجربوا هاد حليب اللوز المغربي وتردوا عليا الاخبار في التعليق ديالكم كي جاكم المذاق والنسمه والنكهه ديالو. متاكده مليار في المية غادي ينال الاعجاب ديالكم، والناس اللي غادي يجربوا هاد الوصفه كما كنوصيكم دائما ردوا عليا الاخبار في التعليق. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، الى عجبتكم لا فيديو ديال حليب اللوز المغربي الاصيل ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس اللي ما مشاركينش معايا في القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. نتلقى بكم ان شاء الله فيديو جاي دائما مع شهوات مغربية اصيلة حصرية ومميزة على قناتي شهوات دار المخزن. على بخشن تشاو.